السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في فيديوهات جديدة بنكمل فيها اللي احنا ابتديناه عن البيتا بلوكرز. معكم دكتور حسين بلال ليكتشرر اوف كلينيكال فارماكولوجي. النهاردة ان شاء الله شباب هنتكلم عن الافكتس بتاعت نون سيلكتيف بيتا بلوكرز او بالتحديد البروبرانولول على الميتابوليزم. افكرك بسرعة كده احنا اتكلمنا عن ايه المحاضرة اللي فاتت. كلمتك عن البيتا بلوكرز، خدنا جنرال كاركترز، عرفنا نعمل لها كلاسيفيكيشن. بعد كده خدنا اول واحد منها شباب، تمام، اللي هو كان اسمه البروبرانولول، وقلنا ان هو موجود في السوق تحت اسم الاندرال. بعد كده كلمتك عن الفارماكوكاينيتكس بتاعته من الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. النهارده ان شاء الله هكمل لك بقيه الفارماكوداينامكس. كلمتك المره اللي فاتت عن الميكانيزم اوف اكشن واول حاجتين خاص من الفارماكولوجيكال اكشنز. كلمتك المره اللي فاتت عن الايفكتس بتاعه البروبرانولول او الاندرال على الكارديوفاسكولار سيستم وعلى البرونكاي. استأذنك هنأجل ان شاء الله الاي لمحاضرة جاية، لان النهاردة المحاضرة خاصة بالميتابوليزم. قبل ما ابدأ في الميتابوليزم يا شباب، احب اعرفك ان البيتا بلوكرز الافكتس بتاعتها على الميتابوليزم بنقسمها لثلاث نقاط مهمين. هنشوف تأثير البروبرانولول او الاندرال على الكربوهيدرات ميتابوليزم، وهنشوف تأثيره على الليبيدز ميتابوليزم، وايه هي الافكتس بتاعت البروبرانولول على الالكترولايت بالانس. خلاص، كلام جميل. هنبدأ بسم الله كده الاول في اول سلايد مع حضراتكم عن الميتابوليزم. واول معلومة بتقول هو ازاي البيتا بلوكرز بصفة عامة بتقدر تعمل موديفيكيشن على الميتابوليزم بانواعه، اللي احنا بقى قلنا عليه الثلاث نقط اللي احنا هنتكلم عليهم، سواء كان كربوهيدراتس، كان ليبيدز، كان الكترولايتس. اول حاجه شباب، هنبدا الاول بازاي الاندرال او البروبرانولول بيأثر على الميتابوليزم اوف كربوهيدراتس. قبل ما نبدا في الكربوهيدراتس ميتابوليزم، هفكرك ان الليفر كان يقدر يقوم بثلاث عمليات مهمين. الجلايكوجينيسيز يا شباب، والجلوكونيوجينيسيز، وعندي الجلايكوجينولايسيز. خلاص، الجلايكوجينيسيز، كلمة جينيسيز مقطع جينيسيز معناها الكرييشن او بالعربي تخليق. طب هو تخليق ايه من ايه؟ هو تخليق وحدات الجلايكوجين من الجلوكوز سابيونتس. يعني ايه؟ نجمع شوية جلوكوز كده جنب بعض ونبدأ نربطهم ببعض يكون لي جزيء اسمه جلايكوجين. هو ده يا شباب الجلوكوز forms that store في البادي. هو ده مصدر الجلوكوز في الجسم، او دي هيئة اللي بتخزن فيها الجلوكوز في الجسم. خلاص، اما الجلوكونيوجينيسيس شباب، نيوجينيسيس معناها ان انا هعمل كرييشن برضو للجلايكوجين، ولكن فروم نون كربوهيدرات سورس. خلاص، زي مثلا لما اصنعه من الامينو اسيدز. وغالبا يا شباب الجلوكونيوجينيسيس بيكون مصحوب بالكيتو اسيدز. خلاص، لان ده بيتمثل طبعا في ان انا بكون جلايكوجين فروم نون كربوهيدرات بارتس، وبتحصل عادة مع الاسترفيشن او الصيام الطويل. خلاص، وهي دي اسبابها الكيتو اسيد زي ما اتفقنا. في اورجان تاني غير الليفر يقدر يقوم بعملية الجلوكونيوجينيسيز؟ كان عندي الكيدني شباب، وكانت بتقوم بالجلوكونيوجينيسيز بنسبة 10%. الجلايكوجينولايسيس بقى شباب، هي تحلل وحدات الجلايكوجين الى جلوكوز مرة تانية. خلاص كده. طيب، تعال نشوف السلايد اللي بعدها هتكلمني عن ايه. هفكرك بس بجملة بسيطة كده، او هنسأل سؤال بسيط نفتكر بيه ايه اللي كان بيحصل فيسيولوجيكال. يعني ايه اللي ممكن يحصل لو سكر الدم انخفض؟ خلاص، ايه اللي ممكن يحصل لو سكر الدم انخفض؟
انخفاض سكر الدم decreased blood glucose levels معناها في الطب ليها مصطلح اسمه هايبوجلايسيميا. تمام. الهايبوجلايسيميا يا شباب هي نوع من انواع الاسترس، نوع من انواع الاسترس. وعلشان هو نوع من انواع الاسترس يا شباب، كلمة استرس بتعني عندي فايت وفلايت، يعني عبارة عن سيمباثيتك نيرفس سيستم اكتيفيشن. بص معايا على الفيجر اللي جاي هتفهم انا عايز اقول لك ايه. دي رسمة توضيحية كده، او الفيجر ده توضيحي هيبين لك ايه اللي بيحصل ديورينج هايبوجلايسيميا، واتفقنا ان الكلام ده فسيولوجيكال. الهايبوجلايسيميا معناها ستريس، والستريس معناها اكتيفيشن اوف سيمباثيتك نيرفس سيستم. وزي ما اتفقنا النت ريزلت اوف اكتيفيشن هو الريليس اوف الابينفرين ونور ابينفرين. النيورو ترانسميترز اللي طلعت دي شباب بتروح تاثر على ديفرنت اورجان سيستم. خلاص كده، من دي هتلاقيه من ناحية السيمباثاتيك نيرفوس سيستم النيورو ترانسميترز دي بتأثر على الكارديو فاسكولار سيستم، وهتأثر على الليفر، وهتأثر على الاسكليت المصر. طيب على الهارت يا شباب او على الكارديو فاسكولار سيستم، على الهارت نمسك الهارت، الابنفرين هيروح يعمل استيميوليشن لبيتا واحد على الهارت، فالنتيجة تبقى تاكي كارديو. الابنفرين يعمل استيميوليشن للبيتا 2 ريسبتورز اللي موجوده في الليفر اللي مسؤوله عن الجلايكوجينولايسيس، فيزود نسبه الجلوكوز في الدم. الابنفرين يعمل استيميوليشن للبيتا 2 ريسبتورز اللي موجوده في السكليتال ماسلز، خلاص، فيدوب برضو الجلايكوجين، خلاص، وبعد كده يخش طبعا الكريبس سايكل وهكذا، فينتج عنه التريمورز. خلاص. طيب من ضمن الحاجات ايضا اللي بتحدث ديورينج الهايبوجلايسيميا يا شباب هي الاكتيفيشن اوف ماسكارينيك ريسبتورز، سبيشالي ماسكارينيك تايب 3 اللي في الثيرمو ريجيراتوري جلاندز، فطبيعي هلاقي ان في سويتنج. ده الباث واي الطبيعي لما بيحصل هايبوجلايسيميا. خلاص. طيب تعال نعمل ماتشنج ما بين السيمتومز اللي قدامك دي والساينز اللي قدامك. لو انا عندي مريض بيعاني من انخفاض سكر الدم، تفتكر ايه اهم الاعراض اللي ممكن تظهر عليه؟ اهم الاعراض يا دكتور هتلاقيهم محطوطين اتنين بيبدأهم بحرف التي في مربع اورنج، وحتى بيسموهم في الطب التو كاردينال ساينز. ومعنى كاردينال ساينز معناها التي لا تخطئهم عيني ابدا. خلاص، دي المميزة للهايبوجلايسيميا، ان البيشنت هيكون عنده تاكي كارديا، زيادة في ضربات القلب، وطبيعي هلاقيه بيترعش. خلاص، السويتنج كده كده هيتمنيه موجود لان في هايبوجلايسيميا. خلاص كده شباب، يبقى المريض وهو داخل علينا من الاستقبال هعرف ان هو عنده هايبوجلايسيميا. هو خلي بالك انا بكلمك وهو مش واخد ولا اي دواء بيأثر على البافوي ده. هلاقي البيشنت عنده ارتفاع في ضربات القلب تاكي كارديا، هلاقيه بيترعش تريمورز، وهلاقيه سويتنج. بس كده لا، بص في السلايد كمان اللي جاية، هلاقي ان البيشنت بينس شاحب بليرد فيجن، خلاص مش شايف كويس، تريمبلينج بيرتعش، ديزني مدروخ شوية، اكستريم تايردنس، هلاقيه عصب شوية، مود تشينجز، سويتنج وعرقان وهدب، والطبيعي كان جاي نتيجة الهانجر. خلاص، هو جعان. ده النورمال باث واي اوف هايبوجلايسيميا من غير ما نأثر عليه بدواء. ايه علاقة البروبرامولول يا دكتور باللي قدامنا ده؟ نفترض بقى يا باشا ان المريض اللي جاي لحضرتك اللي داخل عليك الاستقبال عنده هايبوجلايسيميا واخد بروبرانولول لأي سبب، خلاص، سواء كان البيشنت دايابيتك او مش دايابيتك، خلاص، المهم ان هو عنده هايبوجلايسيميا. اول حاجة شباب لازم الاول وهو داخل، تمام، انا ما عنديش وقت
المفروض ان انا هلحق المريض الاول، تمام؟ لان احنا اتفقنا ان السورس بتاع البرين از انرجي هو الجلوكوز، وهو عنده هايبوجلايسيميا، فاول حاجه لازم هنعمل لها كوركشن الاول، تمام؟ ايه علاقه البروبرانولول بقى باللي احنا بنقوله؟ بص معايا كده، افترض بقى يا باشا ان المريض اللي داخل عليك ده واخد اصلا انسولين، هو دايبيتك واخد انسولين او اورال هايبوجلايسيميا، او ايفن حتى هو مريض عادي يعني ما عندوش سكر ولا حاجه، بس الكلام هيخص اكتر البيشنت الدايبيتك. طيب اول حاجه يا شباب، دار عندي اهم تو ساينز كنت بعرف بيهم الهايبوجلايسيميا. انت لما اديت البروبرانولول يا شباب، انت عملت لي بلوكينج البيتا 1 وبيتا 2 ريسبتورز في كل الجسم، صح كده؟ فطبيعي التو كاردينال ساينز التريمورز والتاكي كارديا انا ما كنتش شايفه، مش كده وبس، ده كمان شويه الجلايكوجين اللي الليفر لما حصل له ستيميوليشن وبدا يكسر الجلايكوجين وبسرعه يطلق لي الجلوكوز في الدم، علشان ها المريض يبقى ها شويه كده يعني ايه لاحق نفسه او ماسك نفسه على ما نوديه المستشفى، ده كمان ده مش موجود، فما فيش جلوكوز، ده المصنع بتاع الجلوكوز اصلا قافل اللي هو الليفر البيتا 2 المسؤول عن الجلايكوجين، خلاص ديجراديشن او الجلايكوجين لايسيز اصلا قافل، فطبيعي ما فيش جلوكوز ريليز. كل اللي انت هتلاحظه على البيشنت ان هو عمال سويتد، بس يعني في سويتنج بس، هو طبيعي ان احنا هنعرف بعد كده ان دي هايبوجلايسيميا طبعا بالتحاليل والحاجات اللي زي كده، ولكن طبعا الكلام ده هياخد وقت. طيب بص بقى معايا في الكلمتين كده شباب المهمين قوي بالنسبه للبيتا بلوكرز مع المرضى دول، سواء كان دايابيتك بيشنت خلاص تايب 1 او تايب 2. اول حاجه بيقول لك ان النون سيلكتيف بيتا بلوكرز يا شباب، اول حاجه النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بتعمل ديلي للريكفري فروم هايبوجلايسيميا، لان احنا خدنا وقت ماشي، يعني لو هو عقبال ما عملنا دايجنوسيس خلاص هو كده عمل لي ماسكينج للسيمتومز، فانا خدت وقت شويه يعني حاجه يعني نسبيه، مش الوقت اللي هو انا هسيب المريض يموت يعني خلاص، وخصوصا لو المريض ده تايب 1 دايابيتس، لو هو معتمد في العلاج بتاعه اكتر على الانسولين، لان طبيعي تايب 1 دايابيتس شباب مين اللي احنا بنديله انسولين، او كان تايب 2 دايابيتس ولكن هي بتحصل اكتر مع البيشنت التايب 1 دايابيتس خلاص. الجمله الثانيه في السلايد بيقول لك ان كل حاجه البروبرانولول هيعمل لك كل الكوارث، بان هو يعمل ماسكينج لكل السيمتومز ويسيب لك سيمتوم واحد بس اللي هو السويتنج، البيشنت عرقان، فكر انت بقى هو عرقان ليه، خلاص كده جميل قوي. طيب مش كده وبس، المريض نفسه مش هيحس برعشه، مش هيحس ان ضربات قلبه زياده، هو عمال يعرق بس، فطبيعي ان مفيش حاجه مش نورمال خلاص، ايه يعني ضربات قلبه مش حاسس بتاكي كارديا ولا حاسس بتريمورز وما بترعش ولا حاجه، اللي بيقول ان الجلوكوز قل، علشان كده يا شباب بنسمي النوع ده من الهايبوجلايسيميا سايلنت هايبوجلايسيميا خلاص. يبقى تاني مشكله ان البروبرانولول هيؤدي الى سايلنت هايبوجلايسيميا وكنا في الدايابيتيك بيشنتس او في البيشنتس ريسيفنج اوفر دوزز من الانسولين او الاورال هايبوجلايسيميكس زي ما شفنا خلاص. وطبعا زي ما احنا شفنا هو عمل اعاقه للابنفرين ان هو يشتغل خلاص، علشان كده الجمله اللي بعدها بيقول فيها ان البيتا ريسبتور بلوكرز او انتاجونست كان انترفير وذ كاونتر ريجولاتوري افكتس اوف كاتيكولامينز سيكريتد دورينج الهايبوجلايسيميا، زي ما احنا شفنا هيجي يشتغل على الهارت بيتا 1 مقفوله، هيشتغل على الليفر بيتا 2 مقفوله، هيشتغل على السكليتال ماسل بيتا 2 مقفوله خلاص كده جميله. ايه كمان يا شباب؟ علشان كده يا شباب احنا ممكن نستخدم البيتا بلوكرز وفي جريت كوشن مع البيشنتس دول بحذر شديد جدا مع البيشنت الدايبيتك خلاص،
كمان لقينا من ضمن المشاكل اللي بيعملها البروبرامولول اند اذر بيتا بلوكرز ان هما بيقللوا الانسولين سنسيتيفيتي، يعني بيزود الانسولين ريزيستنس. طب هو احنا مش ناقصين اصلا يعني؟ خلاص، ده هي مشكله تايب 2 دايابيتس، الانسولين انسنسيتيفيتي. خلاص، طيب عايزين بقى نشوف حل للمشاكل، نعمل ايه بقى؟ قالك والله اذا كنت مضطر ان حضرتك تستخدم بيتا بلوكرز في مريض دايابيتك مثلا، ارجوك ابعد عن النون سيلكتيف بيتا بلوكرز. لو انت مضطر، المضطر يركب الصعب، والصعب هنا سيلكتيف بيتا 1 بلوكرز. قدامك حاجه زي البيسوبرولول، قدامك حاجه زي النيبيبيولول، اي واحد من دول اوكي مفيش فيهم مشكله. طيب لو انا المشكله عندي كمان في الانسولين ريزيستنس، عايز اقلل الانسولين ريزيستنس ومحتاج بيتا بلوكرز، قدامك واحد من الاثنين، سيليبريلول اللي هو على ايدنا الشمال اسمه سيكتول في السوق، او الكارفيدايلول اللي هو كارفيد اللي موجود في السوق. خلاص يا شباب، ده كده بالنسبه للجزء بتاع ايه، بتاع الكربوهيدرات. هفكرك بسرعه كده احنا قلنا ايه. اول حاجه خدنا الباث واي او النورمال فيسيولوجيكال باث واي اوف هايبوجلايسيميا. رقم 2 قلنا ايه الافكتس بتاعت البروبرامولول او الاندرال على الكربوهيدرات ميتابوليزم، وازاي هو هيساهم ويعمل وورسنينج للهايبوجلايسيميا في الدايابيتيك بيشنت، سواء كان تايب 1 دايابيتس او تايب 2 دايابيتس. خلاص، قلنا رقم 3 لو انا مضطر ان انا استخدم بيتا بلوكرز، لو سمحت ابعد عن النون سيلكتيف بيتا بلوكرز، استخدم بيتا 1 سيلكتيف اللي هي الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز. تمام، وقلنا لو انت كمان عندك بقى عايز تزود الانسولين سنسيتيفيتي في البيشنتس اللي هم عندهم انسولين ريزيستنس، نستخدم الكارفيدايلول او السيليبريلول. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور حسين بلال، ليكتشرار اوف كلينيكال فارماكولوجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.